موجة جديدة من الاعتداءات على ممتلكات الأقلية المسلمة في سريلانكا طالت خلال أقل من أسبوع أكثر من 160 محلا تجاريا وفق إحصاءات غير رسمية في مقاطعة كاندي وسط البلاد وحدها. بعض هذه المحال أسس قبل نحو قرن من الزمن وكان شاهدا على روح التسامح بين مختلف مكونات المجتمع السريلانكي. والله الأيام الأولى الأيام الثلاثة الأولى يعني ما أخذت أي إجراءات المقنعة، ثم أخذت الآن بعض الإجراءات، ولكن يعني الآن تخففت الوضع يعني قليلا نوعا ما، لكن هنا المسلمون على قلق يعني تامن، لأن بعد فرض حظر التجول وبعد حالة الطوارئ حصل عدة حالات يعني في معظم أنحاء سريلانكا حتى بالليل أمس وحتى في صباح أمس أيضا. أغلق التجار المسلمون في سريلانكا محلهم يوم الجمعة احتجاجا على ما يصفونها بهجمات منظمة يشنها قوميون سنهاليون تستهدف وضع المسلمين الاقتصادي، وتضامن معهم تجار بوذيون مثل سونير ديفاجي الذي يرفض تسييس حوادث تقع بين أبناء الوطن الواحد. لم توقف حالة الطوارئ المعلنة في سريلانكا منذ أيام عدة هجمات القوميين البوذيين ضد مساكن المسلمين ومتاجرهم في كاندي، بل اتسعت لتشمل مناطق أخرى، وهما أثار قلقا عاما على مستقبل البلاد. فالمعتصمون في العاصمة كولومبو يحذرون من تهتك النسيج المجتمعي السريلانكي وتحول الأحداث إلى استقطاب عرقي وديني، وقد ألقت بظلال من الشك على علاقة الغالبية البوذية بغيرها من الأقليات خصوصا المسلمة، وذكرت بأربعة عقود من الحرب الأهلية بين السنهاليين والتاميل. في الحقيقة إن الرئيس السابق خلق كثيرا من المشاكل لا زالت الحكومة غير قادرة على حلها، ولذلك فإننا نرى أن الحكومتين السابقة والحالية مسؤولتان عن هذه الأحداث. تبدو الهجمات باتجاه واحد ضد الأقلية المسلمة، ويفسر هذا أن الغالبية الساحقة ممن أعلنت الحكومة اعتقالهم على خلفية ضلوعهم باعتداءات متطرفة هم قوميون سنهاليون، لكن اللافت هنا أن التحقيقات معهم تتم تحت طائلة مكافحة الإرهاب، وأن من يوصفون بالمتطرفين القوميين موزعون بين الحكومة والمعارضة. سامر علاوي،